في طالب زميلكو بعت لي امتحان دمياط وقال يا مس في أسئلة صعبة في الامتحان، فلو سمحتي ظبطي لنا القصة ديت لو تعرفي في حاجة. فأنا استعنت بحد من مدرسين الرياضة بشمهندس محمود، وقال إن هو هيحل لنا كل الحاجات الصعبة في الامتحان. فالامتحان ده قدامكو الحاجات اللي هي العيال مختلفين عليها، مش كل الامتحان، عشان بس يبقى الكلام واضح، محدش يقولي في الكومنتس ده انت حليت حاجات ما حليتش حاجات. لقاءنا بكره 3/5 ان شاء الله في الانجليزي، ما تنسوش وتابعوني دايما وفعل زر الجرس يلي ما اشتركتش، يا رب تشترك وتدخل ثانوي عام وتبقى ظبوط جميل او دكتور جميل برضه. تحياتي للبشمهندس محمود والسلام عليكم.